إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. استأنف اسماعيل المترجي تدريبه مع الوداد الرياضي لكرة القدم بعد شفائه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات الأخيرة مع الوداد، سواء بالبطولة أو السوبر الإفريقي. وتوقعت مصادر مسؤولة أن يكون المترجي جاهز للمشاركة في مباريات الوداد بعد فترة التوقف الدولي المقررة بين 23 نوفمبر الحالي. ولم يشارك اسماعيل المترجي كثيرا مع الوداد الرياضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في إحدى المباريات مع رديف الفريق الأحمر. يشار إلى أن الوداد الرياضي لكرة القدم قد استقدم إسماعيل المترجي من شباب المحمدية الموسم الماضي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.